الناس يرحم والديا حنت عليا دخلت سكنت في ملك الأجانب، أعطوني دار في ملك الأجانب، سيدي جا مش دار، لا فيها منقيلة لا فيها مية لا فيها حتى شيء، سقف طايح، يحبوا يخرجوني ومش نمشي أنا، يحبوا يخرجوني بحاجات مزورة. أنا عندي أصحابي وأحبابي معناها نقعد بحث اللي يجي على خاطر بنتي أنا ما عندي مش نمشي، الطفلة هذيك مش نمشي بها، وين فسرني أنت مش نمشي بها؟ والله من كل قلبي ورس النبي محمد والله العظيم شاقة والله من كل قلبي أقسم بالله على كالطفلة هذيك ومش نمشي بيها، فسر لي وين باش نمشي؟ قل لي أنت تو أنا نخرج من غادي أنا وين باش نمشي خويا؟ نخدم على روحي، لا عندي نهار حبس، لا نعرفش الحاكم، ما نعرفش المركز، أنا هاي بطاقة نظيف معناها أنا ودد الفلة راني مانيش نهار. أنا عبد نظيف يحكي معاك، ما نقفش في مركز، ما نقف في حد شيخ عليه خاطر هو ما عندهم الفلوس ونحن ما عندناش. والله يعلم ربي خويا عمري 30 سنة أنا تو يعلم ربي معناها، واحد كان جاي عنده يمشي ياكل نكري نخدم راني مش ما نخدمش، نكري ب 400 ما عادش أنا ناخذ في 580، نكري ب 400 ومش نمشي ما ناكلش ما نشربش كيفاش؟ كان جيت وحدي ما يسالش، انا عندي بنيه في كرومتي. كنت عارف عليك بكل شيء. اسمي مهدي، لقبي بن عمار، نسكن بفله. توا حاليا نسكن 41 شارع باريس خويا. مهدي انت تعرضت لمظلمه كبيره برشا. انت قبل كل شيء معرس قلت لي. معرس وعندي بنيه وهاي وراكم سيدي جا وعندي مرتي حبله. شنو اللي صار؟ اللي صار خوي الغالي انا عندي 3 سنين نسكن في ملك الاجانب، ناس يرحم والديها دخلتني استقبلوني معناها ملك الاجانب. ملك الاجانب فهمت كيف؟ نفسروا لعباد شنو ملك الاجانب. ملك الاجانب عندنا في تونس برشا ديار برطمانات بلاصات كانوا قبل على ملك فرانسيس اجانب بصفه عامه فهمتني، بعد خرجوا الناس هذوما خرجوا من بلادهم ما رجعوا لبلدانهم ماتوا غاديك، قعدوا الديار هذوكم هكاك يتسموا الديار هذوكم ملك اجانب، سكنوا فيهم برشا توانسه. العباد ما عادش عندها وين تسكن خويا، عباد ما عادش عندها كراويت غالي، انا مثلا عندي بنيه وعندي مرتي حبله خويا الغالي، وين باش نمشي نسكن بيهم مثلا؟ هاك شفت بنتي انت ولا وين باش نمشي نسكن بيهم؟ ناس يرحم والديها حنت عليا دخلت سكنت في ملك الاجانب، اعطوني دار في ملك الاجانب، سيدي جا مش دار، لا فيها منقيله لا فيها مية لا فيها حتى شيء، سقف طايح، تمشوا معايا تشوفوا معناها المظلمه الكبيره. فما واحد اسمه غاير على 39 شارع باريس والبلاصه هذيا وراه يحب يغور عليه معناها، مع عباد ساكنه عندها 40 سنه و45 سنه معناها ساكنه، وهو يجري في المحاكم ويجري ويتزور في الوراق، يجيب في الشهيد مضروبه. ملك الاجانب كي مشينا سهلنا العباد غادي كانوا يخلصوا في واحد اسمه كوسكاس، توفى ذايا السيد يهودي توفى، العباد قاعده تسكن غادي معناها، كانوا يعطيو يخلصوا في السنيد ولا ما نعرفش فاش يخلصوا، قعدت العباد ومن بعد ما عادش يخلصوا فهمت، قعدت العباد على رواح. عامل فينا انا نوريك الفيديوهات، عندي الفيديوهات كيفاش صادمين عنينا وكي ها تو نمد التليفون نوريك الفيديوهات. مهدي انت اليوم معرض بحق مهدد باش في اي لحظه تخرج الشارع، ماشي انت المشكله مش وحدك، المشكله عندك بنوته في رقبتك، المشكله معناتها عندك مراه حبله وصا يعلم ربي معناها، عندي بنيه انا على بنتي، انا على بنتي ومش نمشي انا وبنتي في الشارع، نمشي للشارع انا وبنتي في مش نمشي، عندي 3 سنين نسكن غادي ومش نمشي، مانيش نتاع مرميد انا ما نجمش، انا مانيش نتاع مرميد معناها متربي جوي بيه الحمد، بابا وامي توفيه وواحد قعد دكيكه معناها فهمت شنو هي. والله يعلم ربي خويا عمري 30 سنه انا تو يعلم ربي معناها، واحد كان جاي عنده يمشي ياكل نخدم راني مش ما نخدمش، قاعد نخدم انا نخدم بومبيست في كيوسك، انا نخدم بومبيست في كيوسك وعندي صنعه كريماتيزاريات في يدي نصلح كريماتيزاريات معناها، كري غالي كري باش تكري ما عادش ناكلو ما عادش نشربو، نكري ب 400 ما عادش انا ناخذ في 580، نكري ب 400 ومش نمشي ما ناكلش ما نشربش كيفاش؟ كان جيت وحدي ما يسالش، انا عندي بنيه في كرومتي يتقواوا علينا قاعدين خويا. عندك ملايكه في رقبتك؟ عندي ملايكه الناس تتقوى خويا بالرسمي. تمنيت تكون كيف مدادك الكل بدويرتك؟ كيف نخدم على روحي، لا عندي نهار حبس، لا نعرفش الحاكم، ما نعرفش المركز، انا هاي بطاقة نظيف معناها انا ودب الفلة راني مانيش يعني عبد نظيف يحكي معاك، ما نقفش في مركز ما نقف في حد شيخ عليه
خاطر هو ما عنده من فلوس ونحن ما عندناش. اليوم الزوالي في بلادنا يتهان اكيك على ما عادش وين الزوالي دي عفسوا عليه ما عادش. الحمد لله ما زلت فما الرحمه، العباد قاعده ترحم في بعضها والحمد لله. الحمد لله ما زلت العباد ترحم في بعضها الحمد لله. ذاك شنو نقول كان الحمد لله يا اخو. اجي وشوفوا اجي وصوروا مسجل شوفوا وين ساكن انا، اجي شوفوا وين ساكن صغير الدار نسكن فيها لا ميه لا ضو سقف طايح خو، باش ما نقعدش في الشارع مانيش نتاعت مرميه دي انا نتاع الشارع. كي تدخل الدار اول ما تحط ساقيك في الدار تجيك بنوت بنتك تعنقك شنو تحس؟ شنو هي شنو نحس؟ واعد شنو تحس انت عندك صغار ربي ينوب عليك ولا عندك صغيرات؟ ما كبده خويا الكبده انا من نواره كيما هذيك اش نمشي بها للشارع؟ وين باش نمشي بها انا؟ هي وما وين باش نمشي ونخلص في 580 نخدم انا بومبيز وين باش نمشي مثلا خويا؟ انا تشوفوا لي حل السيد هذا قاعد يتقوى على بلاص كامل، جيو تشوفوا جيران كامله معايا الناس كل معايا يضرب في اوراق مدلس شايد ملكيه مضروبه. انا عندي فيديوهات كيف زادمين علينا خويا في رعب عايشين في رعب راه وصلوا صدموا عليكم صدموا عليا عندي تليفوني نوريك فيديوهات نوريك عندك عندك ملايكه في رقبه حبله انا جيراني يرحم والديهم يقفوا معايا عندي بنيه انا عندي بنيه تعش معناها عندي طفله معناها عندي بنيه صغيره كان جاي وليد ما يسهلش عندي بنيه صغيره ولد عمي ماك شفت معناها هذيك نتاع شارع بنتي كيفاش قول لي فسرني انا تو بنتي هذيك نتاع شارع ولا باش نقعد مانيش نتاع شارع اخويا يقول لك انا شنو الام تمنيتها شنو تتمنى انا خويا انا نتمنى من عند ربي خويا ساعة ربي يرحمني بابا وامي ان شاء الله في الجنه ونتمنى من عند ربي سبحانه زيادة اللي معني واحد ينظر لبنيتي الحمد لله عايشين عايشين ناخذ في 580 ناكل بيهم نشرب بيهم نشري لبنتي الدنيا غليت يحبوا يخرجوني ومش نمشي انا يحبوا يخرجوني بحاجات مزوره ما فما حتى شيء من العام عبيت من عندها 45 سنه في البلاص تسكن معناها انت اليوم سامحني في الكلمه معناتها يتيم ام والبو تلقى روحك وحدك وحدي وحدي بالرسمي وحدي بالرسمي وحدي والحمد لله ونهار مركز ما عنديش نخدم على روحي نظيف خويا ما عندي حد شيء في حياتي تمنيتهم يكونوا حيين موجودين على الاقل شافوا البنوته تمنيتهم خويا انا امي شافت بنتي بابا ما شافش بنتي الحمد لله والله انا بالحق اليوم لساني يعجز بالحق على الكلام يعجز على الوصف شوف راجل كيفك ما شاء الله خمس وخميس عليك نظيف وما عندكش حتى نهار ايقاف يبكي بالشهق يقول لك انت مش على روحك بنتي مش انا عندي اصحابي واحبابي معناها نقعد بحث اللي يجي على خاطر بنتي انا ما عندي مش نمشي الطفله ذيك مش نمشي بها وين فسرني انت مش نمشي بها هيك شفت بنتي مصلي على النبي يعني زرق شعرها اصفر ومش نمشي انا مانيش نتاعت مرميد عموما ما نتمرمدوش معناها مانيش نتاعت مرميد نحن راه ما نجمش نتمرمد معناها انا الحقيقه نتاع ربي معناها كي واحد مش يجي للشارع يمشي الشارع ما يرحمش طب وش قلت لي قبيل قلت لي نخدم 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 بومبيست وعندي صنعه في يدي نصلح كليماتيزيرات المرأة ثقيلة ما تنجمش مثلا ما تنجمش مرتي لقيت لي بنتي يرحم والديها عاملة بنتي روضة في الدار تقري فيها قارية بنتي ريت ثلاث سنين تحكي مع كونغلي اجيبها تحكي مع كونغلي بالرسمي نحكي معها معناها انت متعلق بها برشا بنتك معناتها وغرمتها زادة معناتها بالكورة وتحب تحب التراجي معناتها وفرحان بها عيطت لها سألها قول لها تراجي شلي تقول لك تراجي دولة والله يعرفوها في البارك تهبط هذيك اشوف تصورها على الباجيت تاع التراجي خويا والله من كل قلبي ورس النبي محمد والله العظيم شاقه والله من كل قلبي اقسم بالله على الطفله هذيك ومش نمشي بها فسر لي وين باش نمشي قل لي انت تو انا نخرج من غادي انا وين باش نمشي خويا فسر لي الفرنسيس خرجوا خلاو لنا ديارهم خويا وخرجوا نسكنوا فيهم نحنا معناها ومش نمشي خلوا لنا حاجه على قليله باش الشعب يمشي يسكن على روح علي ربي سبحانه يبعث الرحمه والعبيد هذي يحبوا يقطعوها الرحمه من البلاد شوفوا لي حل مع السيد هذي يا خويا رانا مانيش نتاعت مرميد مانيش نتاع شارع نخدموا رانا نخدموا لاباس الحمد لله ما ناس قاعده تتقاوى برشا فلوس معناها ما نجمهمش الجملة معناها ما نجمهمش كان ربي سبحانه ينجم ما نجمهمش الحقيقه نتاع رب ما عادش على قليله خليونا نعيشوا خليونا نعيشوا خليونا نعيشوا
نحب نعيشه، رانا نحن عندي صغار، انا في جرتي عندي بني، نحب نعيش انا، نحب نعيش انا، نحب نرى بنتي تقرا، نرى بنتي كبيره، نرى عليه ونمشي نمشيو. والله لا عنا وين نمشيو، ورس خويا والله كان جاي واحد عنده وين يمشي، ثلاث سنين غادي انا، الناس تحبني تسهل عليا، يقول بنتي شارع باريس من الاول والاخر يحبوها الكل، قسما بالله العلي العظيم ريتو شارع باريس بنتي يحبوها الكل، تمشي تصور معاه تشوف كيفاش يحبوا بنتي. طيب ايش فرشتك يقول لك به الدار، دارك وين داركم، دار ابوك وامك؟ دارنا دار بابا وامي، عندي فيه زاد هذا خرجنا منها الدار، خرجنا منها معاناة، رانا عانيو هذه زاد تقوى بالفلوس وخرجنا من الدار. عندي بنتي انا كيفيه نمشي بها، وين نمشي بها انا خويا، وين نمشي نمشي سامح لا قدر الله، معناتها كان يتم اخراجكم معناتها من ملك الاجانب تقعد في الشارع، في الشارع مانا وين، فسر لي حتى الدبش ما عنديش وين باش نحطه، وين باش نمشي في الشارع، وين ومشي في البرد هذا في الشارع كيفيه. عندي بنيه هك شفتها ثلاث سنين بنتي عمرها، ما عنديش واحد باش يمشي بها، وهي باش يمشي بها اخويا الغالي. الفرنسيس خرجوا خلونا على قليل حاجة نكنوا فيها ريوس، مستعدين نخلصوا سنين، نحن نخلصوا مستعدين نخلصوا سنين.